صباح الخير يا نهوان، طبعا بصبح عليكي وبصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، طبعا في نهايه الاسبوع. وزي ما انت قلت يا نهوان، ده حاليا انا منتقل داخل لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. يمكن خليني طبعا ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اوجاست يبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. ويمكن خلاص يعني ايام معدوده الفريق يعني في الفتره دي في اطار استعداداته للمشاركه في اول بطوله في بدايه الموسم الجديد بالنسبه له. ان شاء الله هيشارك في بطوله انتر كونتيننتال او كاس العالم للانديه لكره السله اللي هتقام ان شاء الله في سنغافوره. يمكن امبارح كان الفريق في راحه سلبيه من التدريبات، والنهارده ان شاء الله هيرجعوا يواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي. الاول الساعه 4 هتكون بعض التدريبات في صاله الجيم، وبعد كده الساعه 5 للساعه 7 هتكون التدريبات طبعا كره السله على صاله الشباب والرياضه في مدينة السادسة من أكتوبر. يمكن طبعا ده كله في اطار استعدادات الفريق للمشاركه زي ما قلت المشاركه في بطوله انتر كونتيننتال اللي هتقام في سنغافوره. يمكن ان شاء الله بعثه فريق النادي الاهلي بالكامل جميع اللاعبين وكمان الجهاز الفني نهاوند وكريم هيسافروا يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله، وهيسافروا يمكن قبل المشاركه في البطوله باربع ايام استعدادا للبطوله بشكل جيد. يمكن كمان النادي الاهلي هيشارك ان شاء الله في البطوله دي كبطل لبطوله البال او بطوله الدوري الافريقي السنه اللي فاتت او الموسم الماضي. يمكن كمان البطوله دي ان شاء الله يعني منقسمه لمجموعتين، المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. النادي الاهلي يقع في المجموعه الاولى مع فرقتين وهم اجنايت الامريكي وفرانكا البرازيلي. يمكن ان شاء الله يعني البطوله دي عباره عن اربع ايام بمشاركه ست فرق بخلاف النادي الاهلي هيكونوا خمس فرق. ويمكن نظام البطوله دي هتكون انه الفائز يعني في المباراتين اللي هيلعبوا مع مجموعته، طبعا المباراه الاولى والمباراه الثانيه. يمكن اول مباراه بالنسبه لفريق النادي الاهلي هتكون يوم 21 مع اجنايت الامريكي ويوم 22 مع فرانكا البرازيلي. لو النادي الاهلي فاز في المباراتين دول يلعب المباراه النهائيه وطبعا يعني ينافس على المركز الاول والمركز الثاني. لو فاز في مباراة واحدة من المباراتين هيلعب يعني على المركز الثالث والميدالية البرونزية والمركز الرابع. ولو طبعا يعني ما كانش في توفيق بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي وخسروا في المباراتين هيلعبوا على المركز الخامس والسادس في بطوله انتر كونتيننتال او كاس العالم للانديه لكره السله لو تقام ان شاء الله في سنغافوره. كمان خليني اقول لكم ان النادي الاهلي يعني في اطار استعداداته يعني قرر او دعم الفريق بثلاث تدعيمات وبثلاث صفقات منهم مايكل فاكوادي. يمكن شفنا مايكل فاكوادي يعني شارك مع فريق النادي الاهلي يمكن في العديد من البطولات منهم البطوله العربيه سنتين اللي فاتوا. يمكن هيشارك للمره الثالثه على التوالي مع النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه، وكمان هيشارك مع النادي الاهلي بعد بطوله كاس العالم للانديه هيشارك معانا في البطوله العربيه اللي هتقام ان شاء الله في قطر من يوم 1 ليوم 12 شهر 10 القادم او شهر اكتوبر القادم. كمان دعمنا بعمر عباده المحترف التونسي وبطل الام بي اي نوريس كول بطل الام بي اي هيكون كمان متواجد مع فريق النادي الاهلي وهيلعب يعني سواء البطولتين سواء بطوله كاس العالم للانديه او البطوله العربيه مع فريق النادي الاهلي. ده بالنسبه لفريق كره السله. خليني بقى اروح لجميع الألعاب الأخرى وفريق كرة اليد طبعا رجال تحت قيادة المدرب الأسباني ديفيد ديفيز. يمكن امبارح فريق النادي الأهلي كان عنده مباراة مع نادي سموحة في مدينة الإسكندرية. يمكن أول امبارح الفريق يعني اتجه للإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة، وامبارح انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بنتيجة 28-21 بفارق 7 نقاط. يمكن طبعا كانت مباراة صعبة بالنسبة لفريق النادي الأهلي امبارح. الأول يمكن أول شوط انتهى بالتعادل ما بين يعني الفرقتين، وبعد كده قدر النادي الأهلي في الشوط الثاني إن هو يرجع وينتصر في المباراه بفارق 7 نقاط. يمكن قرر مستر ديفيد ديفيز المدير الفني يمكن بعد ما الفريق رجع على طول للقاهره بدون راحة سلبية الفريق النهاردة يا نهاوند وكريم هيواصل تدريباته بشكل طبيعي الساعة 4، لأنه إن شاء الله يوم الجمعة القادمة هتكون في مباراة نادي الشمس مع نادي الأهلي واللي هتقام على صالة نادي الأهلي في تمام الساعة 4 عصرا. كمان سيدات كرة اليد كان امبارح عندهم مباراة على صالة النادي الأهلي مع نادي هليوبلس وانتهت بفوز سيدات النادي الأهلي بنتيجة 48-14. يمكن كمان يعني كابتن محمد عادل زولا المدير الفني لفريق النادي الأهلي قرر برضو إنه يعني لعيبه النادي الاهلي بدون راحه يواصلوا التدريبات النهارده بشكل طبيعي، والتدريب هيكون الساعه 6 في نفس الموعد يعني اللي دايما بتكون فيه مباريات النادي الاهلي، لانه ان شاء الله برده يوم الجمعه هتكون في مباراه النادي الاهلي
مع نادي مركز شباب الجزيرة يوم الجمعة اللي جاية، وهتكون على نفس صالة النادي الأهلي، صالة أمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. كمان خليني أقول لكم إنه يعني بالنسبة لفرق كرة اليد سواء سيدات أو رجال، خلاص يا هاند كريم يعني يوم 22 هتكون آخر ميعاد لمبارياتهم، سواء للرجال يعني في بطولة الدوري أو السيدات في بطولة منطقة القاهرة، يمكن دي آخر ميعاد للمباريات، وبعد كده الفريق يعني هيريح شوية وهيواصل تدريباته بشكل طبيعي بدون يعني أي مباراة رسمية في اي بطوله، عشان بعد كده يوم 26 يعني سواء فريق السيدات او فريق الرجال هيسافروا بالكامل يعني بعثه فريق النادي الاهلي تحت رئاسه الكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي. يعني الفرقتين هيسافروا للمشاركة في بطولة أفريقيا لأبطال الأندية، طبعا نظرا للنادي الأهلي هو بطل الدوري سواء سيدات أو رجال الموسم الماضي، فهنشارك في البطولة دي، ولا تقام إن شاء الله يوم 28 لحد يوم 17 في الكونغو، وإن شاء الله بعثة فريق النادي الأهلي هتسافر يوم 26 قبل البطولة بيومين. كمان يعني يستكملنا لجميع أخبارنا، سواء طايرة رجال أو طايرة سيدات بيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي. النهاردة سيدات يعني كرة اليد كرة الطايرة عندهم النهارده تدريبات بالليل، وكمان يمكن رجال كره الطايره حاليا عندهم تدريب داخل صاله الامير عبد الله الفيصل استعدادا لبدايه الموسم الجديد، ويمكن يعني نظرا لبطوله الدوري يعني تقريبا ان شاء الله هتبتدي في نصف شهر 11 القادم شهر نوفمبر، ده بالنسبه للعبه كره الطايره. كمان خليني اقول لكم انه بالنسبه لي يعني جميع اللجان وانشطه اللجان، لجنه المراه برئاسه الاستاذه انهار انديل يمكن تحت اشراف اللجنه العليا للجان وبالتعاون مع الاداره التنفيذيه اعلنت عن يعني ورشه عمل لتعليم الحرف اليدويه بانواعها، يمكن ده لكل اعضاء النادي الاهلي في جميع فروعه، واللي حابب طبعا ان هو يشارك في ورشه العمل دي ان هو يروح يقدم يعني اسمه ورقم العضويه في كل مكتب علاقات عامه في كل فرع النادي الاهلي عشان طبعا يشارك في ورشه العمل دي، ده طبعا لكل كل عضوات النادي الاهلي. جدي انا هوند كانت يعني كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه وطبعا الانشطه، واكيد بالتوفيق لفريقنا فريق كره القدم والمشاركه في بطوله السوبر الافريقي. طبعا الكلمه ليك انا هوند، تفضلي. احنا بنشكرك طبعا، بس عايزه كمان استفسر منك قبل الختام عن الجو عندك، لان واضح من يعني دلوقتي الصوره اللي قدامنا ان الجو ما فيش شمس، الجو شويه فيه هواء، خلينا نعرف منك برضو عشان لو حد مثلا في البيت ونازل او حاجه، اتفضلي. يمكن خليني اقول لك انا هوند بالنسبه لي طبعا الاجواء هنا يمكن طبعا في متقلبات شويه في الجو، يمكن شويه بيبقى يعني في شمس في حر في ارتفاع في درجات الحراره، شويه بيبقى في انخفاض شويه في درجات الحراره، زي ما قلت يمكن في شويه يعني هواء وفي رياح، وبرده ساعات ما بيبقاش في رياح وما فيش هواء خالص، بيبقى الجو يعني شويه بيبقى في ارتفاع في درجات الحراره، الجو بيبقى مكتوم، فيعني لا في متقلبات صراحه في الجو، فطبعا اللي حابب ينزل يعني كالعاده زي الايام اللي فاتت في شويه تقلبات في الجو، فالجو يعني كالعاده زي امبارح وزي اول امبارح. رائع جدا جدا، نشكرك زميلتنا المتالقه جدا سالا حامد، شكرا ليك على هذه التغطيه.